السلام عليكم خوتي، صباح الخير. شوفوا رانا انا في مكان اخر، حي الجفاف، كامل تعرفوا الجفاف يا خالتي. مكان هنا يشبه بزاف كما راكم تشوفوا، لكن للاسف راه مسمحوا فيه، ما على باليش علاه ابناء الحي سمحوا فيه، ما على باليش. هي صح يجي نهار اللي كل حاجه تخسر، ولكن لما لا الترميم؟ عندني باغي اهل الحي معناتها ديروا نهار ولا نديروا لكم نهار نتفاهموا كامل ونجوا لهذا الحي، ارواحوا نقلعوا كاع هذا الشوك. ولاد كرام يلعبوا هنا في الشوك، تقرصوا حاجه، يقرصوا حنش، تقرصوا عقرب، يدخل فيه شوكه، ما على باليش انا تقيحلوا تكبروا اكسيتيرا. بصح لا كنت نقيلوا هذه البلاصه ما يروحش يلعب في الطريق، هرم يلعبوا في الطريق لهاتينا كنت نقيلوا كاع هذه البلاصه ما يروحش يلعب في الطريق، على بالي بلي يجي يلعب هنا. وهنايا لازم لها ترميم اخوتي، واش ما تخسر عليه؟ كنت تحطوا كاع 50000 50000 50000 وتجوا هنا ترموها، تشوفوا شو واحد هنا يعاونكم. شوف هنا داير لها خيوطه وداير لها منا التراب، الحجر، الشجر، الشوك. علاش؟ اذا نتمنى نلقى اذان صاغيه وفي اقرب وقت حي الجفاف. او جاكم محوز شو كدير معناتها ايسي باش ديروا اللي عليكم، لانه حاجه سهله يلزم لها برك شويه كوراج، ويلزم لها برك تتكاتف الجهود، كيفاش الكبير مع الصغير مع الشاب وحتى مع النساء يتعاونوا ويديروا يد واحده. حتى وكاين هنا زوج متنايفين ممكن يتلاقاو هنايا ويتعاونوا، وهنايا نضربوا عصفورين بحجر ونوقفوا مع بعضنا في السراء وفي الضراء، وهذا هو الوقت اللي رانا محتاجين فيه بعضنا البعض. تحياتنا لكم.